أقبلت جمالا يا رمضان، نورا يتلاءؤ بالقرآن. بركاتك كم تبني الإنسان بالطاعة فيك وبالإحسان. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتون بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في مبحث النبوة، وقلنا أن مبحث النبوة على نحوين: في النبوة العامة والنبوة الخاصة. مباحث النبوة الخاصة العامة هي التي تقع موقع حديث بين المؤمنين وغير المؤمنين، بين المؤمنين وغير المؤمنين. هل لزوم إذا ثبت أن هناك قوة خالقة لهذا الكون وقادرة وحكيمة وعالمة أن تبعث أنبياء؟ وقع الكلام في ضرورة بعثة الأنبياء، هل بعثة الأنبياء ضرورية أو غير ضرورية؟ وقلنا ما دام هناك بعدان، البعد الأول إذا كانت هذه الدنيا مربوطة بعالم آخر وهذا العالم الآخر مرتبط، وهذا العالم الآخر مرتبط، هذا العالم مرتبط بالعالم الآخر وله قوانين خاصة، والعقل الإنساني قاصر على تحديد ما هو مرتبط بذلك العالم مصلحة وفسادا، فلا بد إذن من إرسال من يعلم القوانين المرتبطة بهذا العالم مع ذلك العالم، وهذا داعي لضرورة بعثة الأنبياء. هذا بس الميكروفون مو والنقطة الثانية قلنا حتى لو قلنا أنه بغير النظر، مع غض النظر عن العالم الآخر، هل نحتاج في هذا الكون إلى رسول؟ لو ما نحتاج، قلنا نحتاج إلى الرسول. ليش؟ لأن الإنسان اجتماعي قلنا بأن الإنسان اجتماعي بطبعه، مدني بطبعه، فيحتاج إلى أن يحتك مع بني جنسه، وإذا احتاج أن يحتك مع بني جنسه لا نغفل، إذن هو مدني واجتماعي بطبعه وعنده نزعات خاصة، فلكي يؤقلم ويوفق بين النزعات الخاصة والميولات الخاصة وإشباع الرغبات النفسية الخاصة مع حقوق الآخرين، لا بد هناك من نظام. وقلنا هذه المسائل كلها ضرورية، ولهذا النظام عند الجميع، عند جميع بني الإنسان، سواء كان اجتماعا جمعا صغيرا أم كبيرا، يحتاج إلى نظام، يحتاج إلى قانون. فالقانون أينما تذهب تجد قانون، من الأسرة ترى لها قوانين، من العشيرة ترى لها قوانين، من الدولة ترى لها قوانين، في الدين له قوانين، في أي منظمة مجموعة تحتاج إلى قوانين تديرها. هذا يكشف عن ضرورية القانون. الآن من واضع القانون؟ من؟ هل واضع القانون هو الإنسان الذي يتخبط والذي يوما عن يوم يجعل قانون ثم يكتشف مساوئ ذلك القانون؟ قلنا بأن واضع القانون هو رب الإنسان الذي خلق الإنسان لأنه عالم به. هذا الشهادة جنبة، وجنبة الأخرى ذكرناها بأنه يشترط في القانون ليس فقط محض وجود القانون، بل يشترط الإيمان بالقانون، لأن القانون يشترط فيه أن يكون محركا، ولهذا القوانين الدينية محركة ذاتية لا تحتاج إلى سلطة، بخلاف القوانين الوضعية لابد أن تحتاج إلى سلطة ورقابة من الغير.
ما دام الغير أنا تحت سيطرة رقابة الغير تشوفني أنتظم، ما دام أخرج عن سيطرة الغير تفلت الزمام، أستطيع أن أظلم، أستطيع أن أعصي، أستطيع أن أستطيع، بخلاف الأحكام الدينية لا، رقابتها ذاتية، يعني الإنسان على نفسه بصيرة، ولهذا هو يذنب تشوفه هو يتوب. ليش يتوب؟ إلهي ما عصيتك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا بعذابك متهاون، ولكن سيئة عرضت وسولت لي نفسي وأعانتني عليها شقوتي وغرني على ذلك سترك المرخى علي. شوف يرجع. ليش؟ لأن نفس طبيعة القانون إيمان، قانون زائد إيمان، فالمحركية محركية ذاتية مو محركية رقابية، ولهذا تجد القانون وإن كان اجتماعيا إلا أن مصالحه فردية. أنت تفكر لما تقعد في مجتمع، في مجتمع الوضعي يقول لك لابد أن تحافظ على القانون بينك وبين غيرك. ليش؟ عشان تراعي مصالح، حتى لو كان القانون الضريبة، حتى لو كان فيها ضرر على نفسك، بس باعتبار تنظر إلى الصالح العام. ضريبة الآن ما تقبل ضريبة نقص من عندك، لكن تنظر فيها أنها في الصالح العام تفيد، لكن لا تفيدك أنت. أنت الحمد لله بخير ومرتاح، ما تحتاج إلى الآخرين من جهة المادة، لكن تفرض عليك الدولة أمر ضريبي، إذا تشتري سلعة معينة، إذا تريد التاجر، إذا تريد كذا، نأخذ عليك ضريبة. هذه الضريبة تعين بها، تقام بها المرافق العامة، ولعلك مو محتاج إلى هذه المرافق أصلا، بس لازم تدفع. الدين شوف تدفع لأنك ملزوم أن تدفع، لأن ما في مصلحة تترتب إليك أنت، لكن ما دام تعيش في هذا المجتمع لازم تدفع. الدين لا، يحول المصالح الاجتماعية إلى مصالح فردية، يقول لك أنت إذا عملت بهذه المصلحة الاجتماعية، ضحيت لغيرك، بدلت لغيرك، لك ثواب في الآخرة. شوف ينعكس البعد الاجتماعي إلى بعد فردي، هذا الدين. وقلنا على أقل تقدير يكفي حسن بعثة الأنبياء، ولا نحتاج أن نثبت ضرورة بعثة الأنبياء. هذا ما تناولناه في المبحث العام. المبحث الخاص للنبوة، وهي نبوة الأنبياء، كل نبي كيف تثبت نبوة هذا النبي، وكلامنا بالخصوص في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. نبوة النبي صلى الله عليه وآله، أولا من المقدمات، أكو عندنا مسألة تسمى بمسألة التواتر. هذا التواتر طريق للمعرفة، من طرق المعرفة، وعندنا التجربة طريق من طرق المعرفة، التواتر طريق من طرق المعرفة، القياسات العقلية طرق من طريق المعرفة، طرق من طرق المعرفة، كذلك التواتر طريق من طرق المعرفة الشرعية، المعرفة الإنسانية، طرق من طرق المعرفة الإنسانية. صلى على محمد وعلى محمد. فالتواتر طريق من طرق المعرفة. شنو حقيقة هذا التواتر؟ التواتر هو إخبار من ثلة من الناس يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. كيف يعني؟ جيب لنا مثال عشان يتضح. انتوا كلكم مثلا ما رحتوا الهند فرضا او الصين، كلكم ما رحتوا الصين، لكن احد منكم ينكر وجود الصين؟ يقول الصين ما موجوده، مع ان ما عندك، انت لم تذهب، لم تدركها بحواسك، لا ادركتها لا بعينك لا بسمعك لا ذقتها، لا لا لا، وانما نقلت لك عن طريق الاخبار. تفتح مسجلة والراديو، الراديو يقول لك الصين موجودة، الصين صار بها كذا، هذا يدل على أن الصين موجودة. هذا طرف. فلان صديقك مسافر يقول لك جيت من الصين، فلان يقول لك صار بالصين كذا، فلان كذا كذا كذا. أنت هذا واحد من الشرق يخبرك، واحد من الغرب يخبرك، والإذاعة تخبر، وذلك وذاك يخبر، هذا العقل يقول هذا، ولا المخبرين
من وين اتفقوا؟ أول كيف اجتمعوا عشان يتفقون عشان يكذبون علي أنا؟ العقل يحيل اجتماعه، شنو الغرض في أن الإذاعة لما تقول الصين موجودة يعني تكذب، صديقي لما يقول تعالجت بالصين يكذب، فلان لما يقول جدة ذهب إلى الصين يكذب، فلان يقول أبوه ذهب إلى الصين يكذب، شنو العلاقة في الكذب وشنو غرضهم من الكذب؟ إذا أكو عندنا بعض القضايا تثبت بالتواتر، تواتر أخبار ثلة معينة يحيل العقل عادة على اجتماعهما على اجتماعهم على الكذب، ولهذا يقطع الإنسان بوجود مناطق كثيرة لم تطأها قدمه. ليش؟ بمبدأ بطريقة التواتر. هذا الطريق من الطرق العقلائية التي تثبت بها الحقائق. لا شك ولا ريب أنه يوجد، الكل يعلم، يوجد نبي اسمه النبي المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ظهر وادعى النبوة، صلوا على محمد، ظهر وادعى النبوة، هذه ما حد يشك فيها، وظهر بمعاجز ادعيت له معاجز ما حد يشك بيها، وله أتباع ما حد يشك بيها. ليش؟ لأن هذه كلها منقولة بالتواتر. ما حد يقول ماكو نبي اسمه عيسى ظهر، لأن أمر متواتر. ما حد يقول أنه لم توجد منطقة اسمها مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله أو مكة، أو كان هناك أهل قريش. ليش؟ لأن هذا ثابت بالتواتر. أهل خيبر كذلك لا أحد يشك أن في ثلة أقامت من اليهود أقامت في خيبر، هذا ما حد، ليش؟ لأن أمر متواتر. إذن التواتر طريق من طرق المعرفة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لما ننظر إلى نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، هل يوجد رجل خرج قبل 1400 سنة اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وادعى النبوة؟ بالاتفاق هذا أمر متواتر ولا شك ولا ريب فيه. خرج في الجزيرة العربية في مكة رجل بهذا الاسم ادعى النبوة، ولا هذه أمور مسلمة، أمر متواتر. لما واحد يجي يقول لك أصلا اثبت لي أن في واحد ظهر وادعى النبوة، هذا على طول يستسخف. ليش؟ لأن هذا من الأمور الثابتة التي لا شك فيها، ثبتت بالتواتر. هذا الإنسان الذي يدعى بهذا الاسم ادعى النبوة، هذا كذلك بالتواتر ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله ادعى النبوة بالتواتر. هذا الإنسان كذلك أظهر على يده معجزة، طبعا معاجز كثيرة ظهرت على يده معاجز، بس المعجزة الخالدة هي القرآن الكريم. هذا الإنسان أظهر على يده معجزة وادعى أن هذه المعجزة خالدة وهي القرآن الكريم، وهذا أمر ثابت بالتواتر. ما حد يشك أن هذا القرآن مؤلف من عند الصحابة، ما حد يشك أن هذا القرآن أنتج في القرن الخامس، في القرن الخامس أو الرابع أو الثاني بعد دعوة النبي. الكل تواتر على أن القرآن الكريم جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. إذن هذا أمر كذلك متواتر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجل اسمه محمد صلى الله عليه وآله ادعى النبوة بالتواتر، جاء على صدق دعوته بالقرآن الكريم، هذا أمر بالتواتر. بعد أكو عندنا أشياء متواترة تفيدنا في المقام. نعم، وهذا الرسول أو النبي تحدى، ظهر وأراد أن ينسف ويسخف آلهة من كان يعبد الأصنام، يزيل تلك العبادة الوثنية، وكانوا قريش أشد الناس، وكان العرب أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان ضعيفا مفردا لا قوة ولا مال عنده بوحده، وهذا أمر ثابت بالتواتر. يعني يجي واحد يقول النبي صلى الله عليه وآله تسلط على قريش بالقوة، أي بالقوة، عشان ما طرد النبي من مكة، أرادوا قتله، اجتمعوا على قتله حتى خرج من مكة إلى المدينة،
فإذا مسألة أن النبي تحدى هؤلاء القوم وأراد أن يزيل ما عندهم من طقوس وعبادات وثنية ومن أمور عملية من ظلم ووأد البنات وقتل الضعيف، القوي يأكل الضعيف، هذه الثقافة كلها والقوانين كلها أراد أن يزيلها رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرج بين قوم. هذا أمر كذلك بالتواتر، وكان أشد الناس على رسول الله هم هؤلاء القوم العرب، أشد الناس على رسول الله، تحداهم وخرج وكان أشد الناس عليهم. هذا أمر متواتر، وكان هؤلاء أفصح الناس وأبلغ الناس، هذه لا شك فيه، وهذه المعلقات وهذه قصائد العرب الذين كانوا يتفاخرون ويتباهون بها، كانت عندهم القدرة الكلامية. ولهذا كل نبي من الأنبياء يبعث إلى قومه بما كان ظاهرا وشائعا عند القوم. يعني تميز هؤلاء القوم بماذا؟ النبي موسى أرسل إلى السحرة، كان ذائع السحر، أرسل إلى هؤلاء السحرة. أول من آمن بالرسول صلى النبي موسى من؟ هم السحر، لأن شاف هذا مو سحر، هذا الذي أتى به جاب رمى عصاته فانقلبت ثعبان، هذا مو سحر، قلاب ثعبان. لحد الحين لعلك تقول هذا يشكل، يعني يجعل لعبة بصرية، لا، شافوا القضية مو لعبة بصرية، شافوها تأفك ماء، كل ما يطرحون التأفك تلقم ما يأفكون، لما شافوا تلقم هذا اللقم والأكل والبلع، هذا مو فعل سحر، هذا فعل أمر حقيقي. إذن هذا مو تصرف ولعب بالقوة البصرية، لا، هذا أمر حقيقي، انقلبت العصا إلى ثعبان، ولهذا أخذت تلهم ما يأفكون ويرمون من عصي وحبال. ولهذا أول من سلم وآمن بهم السحرة، رأوا أن هذا الأمر هو الحقيقة، ولهذا اتباع الناس لهم باعتبار أن هؤلاء الذين يميزون السحر من غيره، فلما ميزوا أن هذا ليس بسحر وإنما هو بقدرة وقوة خارج عن نطاق البشرية، آمنوا بالنبي موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. كذلك لما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قريش، وقريش قد عرفوا بأنهم أهل الفصاحة وأهل البلاغة وأهل الشعر وأهل النثر، تحداهم رسول الله، هذا كله ثابت بالتواتر، تحداهم رسول الله بأن يأتوا بسورة من مثل القرآن. أول شيء تحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن، تنزل معهم بأن يأتوا بعشر سور مثله، وادعوا من دون الله ما استطعتم، القرآن يعبر، فإن لم يستجيبوا فاعلموا أنما بعلم الله نزل، القرآن الكريم. إذا يتحداهم بسورة واحدة ويتحداهم ويقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، شنو هذا التحدي؟ ومع ذلك لم يستجيبوا لرسول الله في تحديه، هذا أمر كله ثابت بالتواتر، تحداهم، عندهم قوة التحدي موجودة، هم علماء البلاغة، هم علماء الفصاحة، هم أهل النثر، هم أهل الشعر والنظم، مع ذلك تحداهم رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بسورة من مثله، لم يستطيعوا أن يجيبوا رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا كل تحدي، أجاب رسول الله بماذا؟ بالحرب، بتلف الأموال وتلف الأنفس وتلف الأبناء، أعز الإنسان ما عنده أمواله وأبناءه ونفسه، مع ذلك لم يستطيعوا أن يستجيبوا لرسول الله، تحديه وأتلفت أموالهم وأنفسهم وأبناءهم في كمال ماذا؟
في قبال أن يردوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله، ما تمكنوا على رده، وإنما قالوا معلم سحر، اتهموا بأنه ساحر مجنون أو معلم مجنون ساحر، لأنهم لا يستطيعون أن يقولون باطل، قالوا هذا شيء ما نقدر عليه، ما حد يقدر عليه، ولهذا اتهموه بالسحر ولم يتهموه بالكذب أو يتهمونه بشيء آخر. ساحر مثل أي إنسان يأتي بعمل أنا ما أقدر عليه، مع أنهم يقرون به، ولم يتمكنوا أن يصدوا رسول الله صلى الله عليه وآله بسورة من مثل القرآن حتى يردون دعوة النبي صلى الله عليه وآله. هذا ثابت بالتواتر ولا شك فيه، هذا كله إلى الآن ثابت. إذن معجزة رسول الله لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله أثبت الإعجاز بهذا القرآن الكريم، بقطع النظر عن بقية المعجزات، نتكلم عن هذه المعجزة التي هي خالدة. ومن دون المعجزات الأنبياء، معجزات الأنبياء أكثرها معجزات فعلية، الفعل ينتهي بانتهاء أوانه، يمكن واحد يشكك لازم يثبت بالتواتر أو لا، أما القرآن الكريم لا مولانا ثابت. إلى الآن القرآن موجود، إلى القرآن هذا الكتاب بين الدفتين، إلى القرآن إلى الآن القرآن يقول فأتوا بسورة من مثله، إلى الآن القرآن يقول وقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، إلى الآن القرآن يقول. ولهذا القرآن من الآن إلى يوم القيامة وهو يتحدى ويتحدى ويتحدى. فإذا مسألة الإعجاز أن النبي ظهر بأمر أعجز فيه أهل الفن والبلاغة والفصاحة أمر ثابت بالتواتر ولا أحد يشك ولا ريب في ذلك. ولهذا قتل النبي، حورب النبي، غزوات النبي كل ماذا؟ كل عشان هذه الدعوة. ولهذا غزوات النبي كانت دفاعية أو استباقية، دفاعية يعني هم أتوا إلى النبي، أو استباقية يعني هم أرادوا أن يباغتوا النبي فباغتهم رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا مسألة أن القرآن أن يوجد نبي ادعى النبوة اسمه محمد بن عبد الله، أخرج على يده معجزة تحدى بها بني قومه وتحدى بها كل الناس في ذلك الوقت، هذا أمر متواتر ولا شك ولا ريب فيه. فهذا أمر يكفي في الإعجاز، يعني أن الإنسان يقتصر في الإعجاز على هذا المقدار كافي. الأمر الثاني، صلوا على محمد وعلى محمد، الأمر الثاني لما ننظر إلى إعجاز القرآن الكريم، القرآن الكريم طبعا ما بين وجه الإعجاز، تحدى أن يأتوا بمثل القرآن، من جهة بلاغته ما صرح، من جهة فصاحته لم يصرح، من جهة أنه أخبر بالغيب لم يصرح، قال أنا أتحدى أن يأتي أحد بمثل هذا القرآن، من جهة نظمه، من جهة معانيه، من جهة أتحدى، ولم يجرؤ أحد أن يتحدى القرآن الكريم. وإلى يومك الحاضر هذه الدول ما اجتمع الديانات مهما اجتمعت والمنظمات والمؤسسات على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، إلى الآن القرآن صادح وصارخ بدعوته، وقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. خلي إن شاء الله. اللهم صل على محمد. طبعا الإعجاز القرآني ينظر إلى من حيثيتين، لأن الأمر المعجز ما هو؟ الأمر المعجز هو الأمر الخارق للعادة، يعني الذي لا يستطيع عليه البشر عادة إلا بقوة خارجة عن قدرة البشر. ولهذا الأمر المعجز ما يمكن يتخلف، مو تقول لي في هذا الزمان معجز يجي لك بعد زمان لا يكون معجزا، لا، الأمر المعجز خارج عن الأسباب الطبيعية عند البشر، له أسباب لكن هذه الأسباب مو طبيعية للبشر.
الأمر الإعجازي مو خارق لقانون الأسباب والمسببات. الأمر الإعجازي خاضع للأسباب والمسببات، إلا أن البشر لا يستطيعون ولا يقدرون على تلك الأسباب والمسببات بأنفسهم، لا يستطيعون. ولهذا إخراج ناقة من الجبل مع فصيلها، هذا لو يجتمع ويش إلى يوم القيامة، لا يمكن البشر أن يخرج ناقة من جبل، أن يصنع من هيئة الطير وينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، البشر لا يستطيعها إلى يوم القيامة. فإذا الأمر المعجز، مو تقول لي أن كل علم من العلوم فيه ناس متفوقون وصلوا إلى رتبة لا يستطيع أحد أن يجاريهم، هذا في كل العلوم. تقول لي مثلا علم الطب وصل علم الطب إلى فلان، بعد لا أحد يتعدى، ما أحد يتفوق فلان، وعلم الفيزياء وصل إلى نظريات عند فلان، وهذا فاق بني أقرانه. إذن هذا أمر معجز؟ هذا مو أمر معجز، هذا فلان تعلم وتدرب حتى وصل إليه. أما أنه يمكن أن يأتي غيره يتعلم أزيد منه ويصل، نعم يمكن، هذا مو أمر معجز. الأمر المعجز ما يمكن أن الإنسان بقدرته البشرية يصل إلى هذا الأمر. هذا الفرق بين تميز أهل العلوم في كل علم وبين الأمر الإعجازي. الأمر الإعجازي على نحوين، تارة نفس الفعل في ذاته يكون معجزا. مثل شنو الفعل يكون معجزا؟ مثل إخراج ناقة من جبل، هذا في ذات أمر معجز، هذا الفعل أمر مخالف للعادة، ما يمكن للإنسان أن يأتي به. وتارة الأمر الإعجازي في لا في الفعل نفسه، في صدوره من الفاعل. الفعل في نفسه ممكن أن يصدر من الإنسان، لكن صدوره من هذا الإنسان خلاف العادة، مستحيل أن يصدر من مثل هذا الإنسان. كيف يعني؟ قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم وأشارت إليه، قالوا أنكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. شنو معناته هذا؟ الكلام أمر ممكن للإنسان، أنت تقدر تتكلم، أنا أقدر أتكلم، أي واحد يقدر يتكلم، صنعة الكلام. لكن كون هذا الكلام الخاضع إلى أسباب تدريبية وتعليمية يصدر من طفل لم يسبق له التدرب، لم يسبق له التعلم، هذا أمر معجز. ولهذا قالوا أنكلم من كان في المهد صبية، يعني يعقل أن إنسان في المهد لم يسبق له التعلم أن يتكلم بكلام الآدميين بدون تعلم؟ قال إني عبد الله، أثبت الإعجاز، أثبت تصديق أمه. إذن الأمر المعجز تارة في نفسه معجز، وتارة في صدوره من نفس الشخص معجز. القرآن الكريم تحدى القوم بهذه اللغة، بهذا القرآن، قال يستحيل أن يصدر منهم هذا، حتى لو تعلموا أو تدربوا يستحيل أن يصدر منهم. فالقرآن صدر من النبي صلى الله عليه أمر معجز، يعني يعجز عنه البشر. ولهذا تحدى القرآن بلغة جازمة إلى يوم القيامة، الذي هو لا شك ولا ريب فيه إلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة. ماذا يقول؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن. إلى اليوم صادع، وهذه منظمات الآن دينية مدنية سياسية يراد أن يطاح بالإسلام، هذا القرآن بين أيديكم وهو يصدع ويتحدى إلى يوم القيامة. ولهذا كانت هذه القرآن أهم المعاجز، وخصوصية هذه المعجزة الكلامية وليست فعلية، كلامية، لأن الكلام قابل للبقاء إلى يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وآله من جهة أنه جاء بمعجز وتحدى فيه أهل العالم، هذا القرآن يتحدى إلى يومك هذا. وبنص وكل إنسان يفتح القرآن ينظر إلى أن القرآن إلى يوم القيامة يتحدى الناس على أن يأتوا بمثله. هذا الشيء. الشيء الآخر
النبي صلى الله عليه وآله متواتر أنه لم يتعلم من أحد. راعي غنم، مو صاحب حرفة ولا صاحب دين ولا صاحب ديانة ولا ولا ولا، ولم يكن قسا ولم يكن من الرهبان، ولم يكن ولم يكن ولم يكن حتى يتعلم من غيره. بل النبي راعي غنم يرعى، خرج للتجارة مرتين ولم يسبق له التعلم، مع ذلك جاء بهذا القرآن الكريم الذي هو منظومة فيه مبادئ سياسية، فيه مبادئ اقتصادية، فيه مبادئ اجتماعية. ممن؟ من رجل ليس له نصيب ولا حظ من العلم، كما أشارت الآية، قالت فأشارت إليه، قالوا أنكلم من كان في المهد صبيا، رجل غير متعلم، لم يسبق له التعلم ولم يسبق له أن يعلم بأخبار الماضين أو يخبر عن اللاحقين، أتى بهذا القرآن منظومة تخضع إلى علم الاجتماع، تخضع إلى علم الاقتصاد، تخضع إلى مسائل خصوصيات المرأة، أحكام مختصة بالمرأة، أحكام مختصة بالرجل، أحكام مشتركة بين الرجل والمرأة، يعني يوافق الطبيعة، طبيعة المرأة المشتركة بين الرجل، الطبيعة المشتركة بين الرجل والمرأة لها أحكامها، خصوصيات المرأة لها أحكامها، خصوصيات الرجل له أحكامه. هذا من جهة، من جهة أخرى كذلك يبين إعجاز القرآن الكريم أنه أخبر بالغيب، ومن أنى له أن يخبر بالغيب وهو لم يتصل بأي أحد. ألف لام ميم، غلبت الروم، أخبر أن الروم غلبت وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وفعلا انتصر الفرس على الروم، وبضع سنين انتصر الروم على الفرس. من تنبؤات القرآن الكريم، وإلا لو كان الناس ينظرون على هذه الإخبارات الغيبية وأرادوا أن يعيبوا على رسول الله أو يعيبون على الدين الإسلامي، إن شان شفت الأقلام انبهرت، إن شان شفت الصحف تكلمت، القرآن أخبر بأمر والواقع كان أمرا آخر. لكن قريش لم والعرب والكفار والمشركون واليهود الذين والنصارى الذين حادوا رسول الله صلى الله عليه وآله وحاربوه يريدون الفرصة برسول الله، ومع ذلك القرآن ثابت مثبت في كل قرن، ثابتا ومثبتا عند الجميع، ولا استطاع أحد أن يتحدى. أخبر عن أبي جهل وامرأته بأنهم يموتان من أهل النار، يعني يموتان وهم كافرين، ومع ذلك مات وهم على الكفر. أخبر النبي قبل موتهما، قال دول ما لهم لا يسلمون، من وين أخبر؟ وإخبارات كثيرة، انظر هذا القرآن ولا تنظر إلى السنة النبوية، إخبارات بشهادة الحسين، انظر تضافر الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل مقتل الحسين بشهادة الحسين، قبل مقتل أمير المؤمنين بشهادة أمير المؤمنين عليه السلام، وبإخباره أن أمير المؤمنين يقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين علي صلوات الله وسلامه عليه. هذا من وين أتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وكل هذا والقرآن الكريم إلى يومك يتحدى ويتحدى ويتحدى، هو اللغة الخالدة للمسلمين، ماكو كتاب يتحدى المسلمين إلا القرآن الكريم، ما أي كتاب لا يتحدى إلا القرآن الكريم. وإذا كان أهل اللغة، واحد يقول زين أنا كيف أفهم، أنا حتى لو الآن أتيت بكلام أريد أن أتحدى به القرآن، من الحاكم بيني وبين القرآن؟ الحاكم بينك وبين لغة العرب، العرب يحكمون بينك وبين القرآن. إذا تعترف أنك أقل من العرب فالأقل منك خضعوا للقرآن الكريم ولم يستطيعوا أن يجابهوه. وإذا أن تقول أنت أعلى من العرب فاثبت كونك أعلى من العرب، أأتي بكلام يفوق كلام العرب. هذه النقطة الثالثة. النقطة الأخيرة هي بعض الإشكالات التي توجه
على القرآن الكريم أن بعضهم يقول أن القرآن الكريم ما نرى أن في كل آية بلاغة وفصاحة، نرى بعض الآيات بليغة، نرى بعض الآيات أقل بلاغة. فإذا هذا التفاوت في القرآن الكريم من جهة البلاغة لا يدل على أن جميع القرآن الكريم بليغ أو فصيح. مثل شنو البلاغة في سورة تبت يدا أبي لهب وتب، شنو البلاغة فيها؟ ونرى أن في القرآن الكريم أطنابا، مثل الله عز وجل لما يذكر بالنسبة إلى الهادي 7 أيام و3 تلك 10 كاملة، بعد 7 و3 كم بتصير؟ 10. ليش يقول 10 كاملة؟ هذا لاغو، هذا طبعا مصدره هو الجهل باللغة العربية. أولا مسألة أن البلاغة بعض القرآن الكريم أشد بلاغة وبعضه أنزل رتبة من البلاغة، شيء. ما هي البلاغة؟ تعريف البلاغة شنو؟ البلاغة تعريفها أن يكون الكلام يقتضي أن يطابق مقتضى الحال. مقتضى الحال تتكلم ويا واحد عالم تتكلم بشنو؟ تتكلم بكلام واطي لو تتكلم بكلام رفيع؟ تتكلم كلام رفيع. مقتضى الحال تتكلم مع حبيبك، مع الحبيب، مقتضى تطول الكلام لو تخصر الكلام، طول الكلام. إنسان ده جلس مع محبوبة شنو؟ يريد يحكي، يطلع حكي، صحيح، يتذكر. صلى على محمد وعلى محمد. وما تلك بيمينك يا موسى، ألا ما يدري ما تلك بيمينك يا موسى. لكن في مقام خطاب، في مقام مخاطبة الحبيب، ولهذا يمكن أن يكون هناك إطناب وإيجاز. إطناب يعني أكو كلام زايد يتكلم، زايد عن مقدار، لكن زايد عن مقدار المعنى، لكن مو زايد عن مقدار الحاجة. مقتضى الحال، مقتضى الحال أن تتكلم بكلام وكلام وكلام إذا كنت في مقام الحب والقرب. البلاغة هي المطابقة لمقتضى الحال. وإذا كنت تكلم إنسان جاهل تكلم بمعاني بليغة، لو تكلم بمعاني أخف بلاغة. كل إنسان بما يناسب شأنه. فالقرآن تارة يتحدث مع علية القوم فيحتاج إلى معان بليغة رفيعة. حتى المغيرة وهو من الكفار لما وقف على القرآن الكريم قال إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة، حتى قال ما هذا من صنع البشر هذه الألفاظ. نعم إذا تنظر إلى بعض الآيات تخاطب جاهل أو تخاطب واحد بدوي طبيعي تناسب الحالة، كيف يفهم هذا المعاني؟ تقرب له المعاني عن تنزل. ولهذا من مقتضى البلاغة أن تتخاطب مع كل إنسان بحسب عقله، ولهذا الأنبياء يخاطبون الناس على حسب عقولهم، يتنزلون إلى الناس. بعض الإشكالات التي تشكل على القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وآله، يقولوا صحيح هذا الكلام معجز وتحدى به العرب، لكن من أين جاء به رسول الله؟ صحيح هو معجز وتحدى به العرب، فهذا قطعا تأييد لرسول الله من قوة أقوى من البشر، خارج عن نطاق البشر. لكن من يقول أن هذه القوة التي هي خارجة عن نطاق البشر هي قوة هو الله عز وجل؟ لعل جبرائيل، جبرائيل عنده قدرة على هذا الكلام فتكلم به لرسول الله من غير أن يصدر من الله. ليش جبرائيل يفعل هذا الفعل؟ وهذا الآن يذهبون إليه، ليش هذا الفعل يصدر من جبرائيل؟ إذن الفعل المعجز كل ما هناك يدل على قوة خارج عن نطاق البشر، لكن كون يدل على قوة شيء، وكون أن هذه القوة هي الله شيء آخر. لأن القوة التي هي خارج عن نطاق البشر الله خالق الأكوان وخالق البشر، بعد وتوجد قوة أخرى وهي الملائكة. الملائكة عندهم قدرات خارج عن نطاق البشر،
فإذا كون القرآن يدل على أن هذا أمر معجز وأنه من قوة لا يدل على أن هذه القوة هي الله عز وجل، لعلها قوة أخرى من القوى التي هي خارجة التي هي أقوى من البشر. زين، يعني جبرائيل يعني يمكن أن يقول كلام خلاف الواقع، لأنه والعياذ بالله هؤلاء ينسبون، يمكن والعياذ بالله جبرائيل كذب ونسب هذا إلى الله وهو ليس من الله، هو من عند جبرائيل. ليش يكذب؟ قال جبرائيل لما نظر إلى الناس في ذلك الزمان، نظر إلى قريش تقتل المظلوم والضعيف وتؤذي البنات وهن رضع، يقول رأفة بالحال قال خلنا أسوي أنا هذه الحيلة عشان بس أخلص هؤلاء القوم، فمفسدة ضعيفة صغيرة في قبال رفع مفسدة كبيرة. أولا، تقرر سابقا أن الله عز وجل لا يفعل القبيح، وأن الله عز وجل لا يستحيل أن يرسل رسولا كاذبا. ليش؟ رسول من عندي يكذب، رسول من عندي يخطئ، يستحيل أن يصدر من الله، لأن الله عالم بكل شيء والله قادر على كل شيء. هذه أصول موضوعية تسلم في رتبة سابقة. لما نبحث في صفات الله، نبحث في صفات الله عز وجل، نثبت أنه قادر على كل مقدور وعالم بكل معلوم. والله عز وجل حكيم، أرسل الأنبياء لماذا؟ أرسل الأنبياء للاتباع عشان الناس تتبعهم. فهل يمكن أن رسول الله، أن الله يرسل إنسانا كاذبا؟ قالوا يستحيل أن يرسل كاذبا، لأن الكاذب خلاف غرض الله. الله يريدك تتبع الله، وتالي تجيب لك واحد كاذب يقول الله قاله، الله ما قال، هذا نقض للغرض لا يفعله الحكيم. والله عز وجل عالم، والذي يفعل الظلم أو يفعل القبح لا يخلو، إما يفعل القبح لأنه جاهل فيفعل أمر قبيح لأنه جاهل بأن هذا قبيح، كما مثلت هذه أموالك وأعتقد أنها أموالي فأأخذها، هذا الفعل قبيح لأن هذا المال مو مالي، هذا مال غيري، وإن كانت نيتي حسنة أنا أعتقد أن هذا المال مالي، بس في الواقع هذا المال مو مالي، أنا جئت أشرب خمرا، هذا الخمر وإن كنت أعتقد أنه ما، هذا الفعل شرب الخمر في ذاته قبيح، لكن صحيح أنا لا أعتقد أنه خمر، كونك ما تعتقد أنه خمر لا يعني أنه ليس بقبيح. فإذا يمكن أن يصدر من الإنسان قبح، ليش؟ لجهله، مو لسوء نيته، مو لأنه محتاج، لأنه جاهل بأن هذا أمر قبيح. ويمكن هذا أمر أول، وأن الله عز وجل لا يصدر منه أمر قبيح لجهله، لأن الله عالم بكل معلوم. المنشأ الثاني لفعل القبح هو الحاجة، أنا أظلم وأفعل القبيح لأني محتاج إلى ذلك القبيح، في قصور أريد أكمل بذلك الفعل، أخذ أموالك وأعرف أنها أموالك لأني محتاج إليها. واحد يقتل واحد ليش؟ لأنه يعارضه في مسيرته الحياتية، أما إذا حد يزاحمني في الحياة، ولهذا الظلم ينشأ من الحاجة، ينشأ من الفقر، وهذا يسوي ظلم لأنه محتاج. والله عز وجل غني مطلق، جميع الخلق وما في الكائنات محتاج لوجود الله عز وجل، والله الغني المطلق. إذا ما يمكن أن يصدر من الله أمر قبيح، ولهذا الأنبياء لابد أن يكونوا معصومين. لماذا؟ لأنه لو أرسل نبيا يكذب أو يذنب وأمر الناس باتباعه، أنت كيف تعرف أن هذا أفعال النبي من الله ليست من الله؟ وبعد نبي الله، كل ما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا عندنا أفعال النبي حجة، أقوال النبي حجة،
تقرير النبي حجة، تسوي فعل أمام رسول الله ورسول الله لا ينهاك، إذن هذا الفعل جائز لأن الرسول أقرك عليه. وإذا جائز عند رسول الله يعني جائز عند الله. ولهذا من اشترط العصمة أن الله يستحيل أن يرسل إنسانا غير معصوم، لأنه أمر قبيح. العصمة سواء كانت في الذنوب أو كانت في السهو أو الجهل، يستحيل أن الله يرسل أمر شخصا ساهيا غافلا. فلو كان رسول الله صلى الله عليه وآله انطلت عليه أن جبرائيل يكذب عليه ما كان معصوما. هذا شيء. الشيء الآخر، كيف الله أقدر جبرائيل أن يكذب ويشرع دينا للناس الله عز وجل لا يريده؟ هذا قبيح أن يقدر الله عز وجل جبرائيل على إنشاء هذا الدين وجميع الأديان، لأن هذا الإشكال يسري إلى جميع الأديان. هذا شيء. الشيء الآخر، أن مسألة أكو عندنا مسألتان. المسألة الأولى، صلوا على محمد وعلى محمد، المسألة الأولى مسألة السند، والمسألة الثانية مسألة المضمون. إذا كان المضمون صحيحا لا يعتنى بالسند. تعال إلى هذا القرآن، هل هذا القرآن مضمونه صحيح لو مو صحيح؟ المضمون القرآن تحدى العالم من الآن إلى يوم القيامة. هذا المضمون لم يجرؤ أحد على مجاراة القرآن. القرآن يأمر بالعدل، القرآن يأمر بالقسط، القرآن يثبت أن رسول الله على خلق عظيم، ولا أحد وقف أمام القرآن ورأى رسول الله يخالف القرآن الكريم. جميع مضمون القرآن حق أم باطل؟ القرآن أمر من يقتل أن يقتل من يقتل، من يتعدى يتعدى عليه. هذا المضمون صحيح لو مو صحيح؟ القرآن أمر بالإيمان بالله، إما أن يكون هذا المضمون صحيح أو غير صحيح. فإذا كان صحيحا فهو حجة، وإذا لم يكن صحيحا يعني الله عز وجل مخالف لما أراده الله، لما أراده خالق الكائنات، وهذا فعل قبيح لا يصدر من الله عز وجل. ثالثا، أن جبرائيل من أين ثبت لنا؟ كيف علمنا وجود جبرائيل غير من الأنبياء؟ فكيف يكون ما ثبت عن طريق الأنبياء يكون مكذبا ونافي لشريعة الأنبياء؟ هو جبرائيل ما ثبت إلا بإخبار الأنبياء لنا. ثبوت جبرائيل في الدين، هذه الواسطة في الدين، لم تثبت إلا بصدق الأنبياء، ولم يثبت صدق الأنبياء إلا بالأمر المعجز. هذا ما أردنا بيانه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.